السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء بكلية المصطفى الجامعة، أهلا ومرحبا بكم. اليوم راح نناقش أو نكمل محاضرات الهيومن بيولوجي، راح ندخل بالأورجان سيستمز أو الأجهزة اللي تتكون من الأعضاء البشرية. راح نناقش اليوم الدايجستيف والسيركوليتوري. الدايجستيف الهضمي، السيركوليتوري هو الكارديوفاسكولار سيستم أو جهاز الدوران، إضافة إلى أنه يجب أن تعرف بقية السيستمز أو بقية الأجهزة، الليمفاوي، الليمفاتيك سيستم، it's all to do with the lymph، وهو سائل has many functions، واحدة منهن هي الدفاع، يعني وظيفة مناعية للدفاع عن جسم الإنسان، إضافة إلى امتصاص الدهون داخل الانتستين. عندك النيرفوس سيستم، هو اللي يتكون من النيورونز، الخلايا العصبية والألياف العصبية والأعضاء الحسية أو النيرفوس. It's all to do about the brain، الدماغ والأجهزة اللي تحيط به، و all to do with generating the impulses أو الشرارات العصبية. الاندوكراينز all to do about with the glands أو الغدد وإفراز الهرمونات اللي هي so many functions أو وظائف متعددة تدخل بعمل أغلبية أو كل الأجهزة الأخرى. reproductive الجهاز التناسلي اللي يتكون بالميل والفيميل يختلف. الانتجيومنتري هو الغلاف، الجهاز الغلافي اللي يتكون mainly من الجلد، وبعض الاكسسوارز الاعضاء المضافه اللي راح ندرسها. الاكسكريتري هو جهاز الاخراج او التخلص من الويست او الفضلات، عباره عن كدني وحالب ومثانه وسو اون سو فورث. الريسبيراتوري التنفسي اللي هو يحتوي على اللانج والقصبات الهوائيه. السكيليتال هو العظام أو الجهاز الهيكلي. الماسكولار it's all to do with muscles أو العضلات. إذا نبدأ بالدايجستيف سيستم، فد أبستراكت أو تلخيص بسيط على الفانكشن أو رول أوف ذا دايجستيف سيستم is to absorb ingested food. يعني كلمة digestion واحد و absorption واحد. الدايجستشن هو العملية الهضمية بصورة عامة، absorption of ingested food، أكو absorption وأكو ingestion وأكو digestion. absorption هو الامتصاص اللي يبدي يصير بالأمعاء وفوق، الأمعاء الدقيقة وفوق. الingestion هو عملية بلع أو تناول الطعام اللي تبدي بالماوث. من يبدي الأكل يدخل الفم تبدأ العمليات التفكيكية، وظيفة الجهاز الهضمي على مود يفكك الطعام ويسوي simpler molecules أو simple nutrients أو أجزاء that can be used by cells، nutrients مغذيات للخلية، وأيضا على مود يطلع الفضلات اللي تنتج من خلال العملية الهضمية. أوكي، وليس الفضلات اللي تكونها السيلز، اللي الجهاز اللي يطلع الفضلات اللي تكونها السيلز هو الاكسكريتوري سيستم. دايجستيف سيستم constituted by، مكون من الجاسترونتستينال تراكت organs in addition to accessory organs. يعني الأجزاء الأساسية تبدي من الماوث وتنتهي بآخر عضو اللي هو الركتم أو المستقيم، يعني اللي هو العضو اللي قبل الفتحة اللي هي الأنس. أوكي، إضافة إلى أكسسوري أورجانز أو أعضاء مضافة للدايجستيف سيستم that all has or all have functions all carry several processes as they digest the food. The full process of digestion require أول شيء الابتلاع ingestion. Digestion يبدي بالميكانيكال والكيميكال digestion from the mouth ويستمر. الموفمنت أكيد هي حركة، من تبدي من حركة الماوث إلى حركة the
تخلص من الويست او تخلص من الفيسز. الابزوربشن اهم شيء عندنا على مود الخلايا تستعمل لان النيوترينتس او السمول مولكيولز ذات كان بي يوزد باي ذا سيل اند اليمينيشن اوف ذا ويست. The entire digestive process takes between 24 إلى 33 ساعة، يعني من تأكل أنت الميل الوحدة إلى أن يتخلص كل شيء منها الجسم ويستفاد من النيوترينت مالتها تأخذ من يوم فما فوق. المكونات مال digestive system مثل ما قلنا main gastrointestinal organs والاكسسوري اورجانز، احنا دمجناها سويه، لكن يجب ان تنظر الى هذا الرسم على الليفت سايد او الصفحه اليسار، هي الاكسسوري اورجانز او الاعضاء المضافه اللي هي سالفري جلاندز، ليفر، جول بلادر المراره. الليفر هو الكبد، الجول بلادر المناع المراره، السالفري جلاندز هي الغدد اللعابيه والبنكرياس مثل ما كلكم تعرفوه، وعلى اليمين هي digestive tract organs أو main alimentary organs اللي هي تبدي بالماوث، pharynx بلعوم، esophagus. هنا احنا الرسم يشوفنا الpharynx، لكن احنا بالإيضاح احكينا على throat اللي تحتوي الpharynx, soft palate, esophagus and larynx، لكن بالرسم موضح جزء من أجزاء الثروت. أوكي، بعدين الإسوفاجس والستمك small intestine ولارج intestine. أوكي، all together or any of them called gut or bowel أو أمعاء، والركتم المستقيم والفتحة الأخيرة هي الأنس. تمام، فكل واحد حكينا عليه ببساطة شديدة الفانكشن مالته. first stop in the disassembly. disassembly هو تفكيك الفود happens in the mouth where there is chemical and mechanical digestion. okay, after this chemical and mechanical digestion occurs in the mouth it moves down to the pharynx and then to the esophagus before entering to the stomach أو للمعدة. كنوت للميكانيكال دايجيشن أو الهضم الميكانيكي هو عبارة عن chewing. chewing يعني شنو؟ يعني حركة الماوث اللي هي عبارة عن تقطيع الطعام ومضغه. الكيميكال دايجيشن هو الهضم الكيميائي اللي يتم عن طريق الأنزيمات بالمادة اللعابية. طبعاً كلمة throat هنا هي عبارة عن الحلق، الحلق اللي يحتوي البلعوم والsoft palate الحنك الرخو. there is hard palate وthere is soft palate، لكن الhard palate هو خلنا نسميه السقف مال الفم، ما ذكرناه هنا، لحنا ذكره إن شاء الله بالأناتومي الكورس الأخ. soft palate هي هاي مثل الفشي النازل من تفتح حلقك، فشي مثل المدندل that blocks the opening of the nose during swallowing، على مود ما يدخل أو ما يرجع الأكل يصعد للنوز، ويمكن يسوي لنا أيضا عبارة عن اختناقات. there is soft palate وthere is epiglottis اللي هو لسان المزمار اللي هو جوه ملح، تشوف a small flap that closes over the opening of the respiratory system. هذا كلش مهم على مود اللي يسد الفتحة للتريكية على مود ما يدخل بيها أي رذاذ للأكل. كلمة suffocation هي كلمة اختناق، إذا دخلت أي food particles بالتريكية أو بالقصبة الهوائية من خلال dysfunction of the epiglottis then there will be ريسك أو خطورة للسافوكيشن أو الاختناق. اللارينكس أيضا can be called also called voice box أو الحنجرة. فافتهمت لي شنو الفرق بين اللارينكس وبين الثروت. الثروت هو حلق، لارينكس هي حنجرة. إسوفيغس بعدين المريء، وراها الفود يدخل بالمريء اللي هو muscular tube
أو فد تيوب يتصل بين يوصل الماوث أو الفم بالاستمك أو المعدة. الليفر هو الكبد اللي هو مسؤول عن تكوين البايل أو المادة الصفراء, a substance that break, that helps breaking down the fats, إضافة لأنه عنده other functions like storage of glycogens and so on and so forth. الجول بلادر أو المرارة هي فد كيس لخزن المادة الصفراء. وراها ما يوصل الفود إلى الاستمك, أيضا there is mechanical and chemical digestion, where mechanical digestion occurs by churning, اللي هو بالضبط تمزيق وعجن الأكل أو ال ingested food, إضافة إلى إفراز الgastric acid و many enzymes to continue the process of digestion. عندك البنكرياس أيضا غدة تفرز لك enzymes that help break down the carbohydrates and to lower extends the proteins and fats. ها كلها راح تدرسوها إن شاء الله بالبايوكيمستري. بعدين تبدي بأجزاء الانتستين أو السمول انتستين اللي هو الدودينام, يوجينام, سيكام and so on so forth, اللي هو تبدي يصير narrowing بالمسكولار تيوب, where chemical and mechanical digestion also occurred and chemical digestion will be completed. معناها بال large intestine there is only mechanical digestion without the use of enzymes. تمام, هنا بالكيميكال دايجيشن هي افرازات البنكرياس وافرازات الهيباتيك, يعني هيباتيك يعني anything related to liver او للكبد, والانتستين ايضا تفرز انزيمز. الفيلي هو طبعا مو اورجان, هو فد ستراكتشر داخل السمول انتستين. هنا من اقول لك هيك شيء, هاي الشارحه معناها there is not organ, there is something inside the organ. أو الزغابات little projections in the lining بطانة of small intestine that function in the absorption of digested food or of ongoing digested food. Large intestine أو القولن أو الكولن القولون muscular tube where water, vitamins and salts are absorbed before defecation. هنا بس absorption و completion of the peristalsis. طبعا كلمة peristalsis هي الحركة الويفية أو الحركة اللي تشبه حركة الأفعى اللي من خلالها يمر الفود ويتحرك وتستمر عملية هضمه وعجنه, وأيضا هي fed mechanical digestion. Now note, يقول لك both small and large intestine are called bowel or gut. كلمة gut أو bowel reflects either large intestine or small intestine. الأبندكس أو الزائدة الدودية هي فد extension أو فد زيادة زائدة منين؟ من السيكم أو من اللارج intestine. بعدين آخر شيء توصل للركتم, last part of the digestive system, where feces أو الفضلات are eliminated, تطرح خارجا عبر الأنس. طبعا هذا السفنكتر internal و external sphincters, فإني هي اللي هي voluntary sphincters تنظم لك عملية defecation أو التخلص من الفضلات أو التغوط. هاي هنا where problems occurs مثل مشاكل البواسير وغيرها. لكن إذا نبدي ورا ما تخلص السمول انتستين, أول part cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and rectum. طبعا سوري إذا قبل شوي يمكن ذكرت كلمة cecum بال small intestine, I'm very sorry. I meant duodenum والجوجينم parts of the small intestine, not the cecum. So very sorry about this. هنا هذا الرسم يفيدك للاطلاع طبعا هو, لكن you have to know مثل ما قلنا which one are the accessory organs and which one are the digestive
أورجانز. تمام، هذا الرسم أيضا للاطلاع. أرجو أن تعرف البايل بروديوست أو المادة الصفراء باي ذا ليفر، بعدين تدخل بالكومون بايل داكت، جزء منه يروح ينخزن بالجول بلادر وجزء يروح دايركتلي into the small intestine. Okay, where it there will be mixture between the pancreatic enzymes and the bile to digest the food, to chemically digest the food inside the small intestine. طبعا هاي كله للاطلاع. السيستم الثاني اللي راح نحكي عليه اليوم هو الكارديوفاسكولار سيستم او جهاز الدوران، where the heart and the blood vessels constitute the system. The main function of the cardiovascular system is to provide oxygen and the nutrients to the cells of the body, deliver hormones, and also accumulate or transfer the wastes of the cell of the cells in order to bring it to the excretory system to eliminate the wastes. ركز على عملية ال exchange between the oxygen and the nutrients at the capillaries اللي هي الشعيرات الدموية, which are the smallest blood vessels. Okay, where oxygen is exchanged with carbohydrates and the nutrients are exchanged with wastes أو الفضلات اللي تطرحها كل خلية من خلايا الإنسان. The components, نبدأ بالهارت أو القلب اللي هو عبارة عن مضخة that keeps the blood flowing throughout the body اللي هي المضخة اللي لا تتوقف ولا تنام أبدا. Heart's right side يضخ المن لللانكس, والليفت سايد أهم شي تعرف للليفت سايد اللي هو أضخم بطين, pumps the blood to the rest of the body. There are valves within the heart which are four valves. The first two are called atrioventricular valves لأن هي between الأتريوم والventricle, between الأذين والبطين. يعني اكو اذينين واكو بطينين, بين كل واحد وواحد there is valve. و second two valves are located at the beginning of two great vessels. طبعا great vessels هي الاوعية الدموية الكبيرة اللي تجمع blood وتنقل all over the body or to the lungs او حتى داخل البادي. اي vessel كبير يسمى great vessel, رح ندرس ان شاء الله بالاناتومي next course. كلمة mitral أو bicuspid valve located between the left atrium and left ventricle, مثل ما قلنا أقوى ventricle هو left ventricle. tricuspid, طبعا الكوسبيدات هي فد وريقات صغيرة في كل valve. هنا الفالف هذا بي ثلاث وريقات, هنا اثنين, فأنت من تحفظها أبو الاثنين هو بالventricle القوي, أبو الثلاثة هو بالفنتركل الأضعف. تمام, الأورتك من اسمه يروح بداية الأورتا أو الشريان الأبهر اللي هو أيضا located بالليفت فنتركل. تمام, البولموناري فالز من اسمها كلمة بولموناري, anything related to respiratory أو للتنفس اللي هي بالتالي تروح للبولموناري artery اللي هو واقع بالبطين الأيمن. هذا هو structure. خليت لكم إشارات بسيطة على الأذينات والبطينات وعلى الفالز اللي هي المطلوبة من عندكم. right atrium اللي هو الأذين الأيمن, left atrium الأذين الأيسر, left ventricle البطين الأيسر, و right ventricle البطين الأيمن.
تمام، هذا الترايكوزبيد هنا من بين الوريقات، البالمونري سيمي لونر، هنا يسموه سيمي لونر فالف، اوكي، والاورتيك سيمي لونر، يعني هنا second two valves are located and called semilunar valves. زين، the blood vessels include the following arteries and veins. طبعا الارتريز الكبيرة المصغر مالتها arterioles، والveins هي الكبيرة المصغر مالتها venules. هذا التفرع مالتها، من عندك artery كبير يصير arteriole وبعدين يصير capillaries. هاي الفكرة مال التشعب مال the blood vessels. The arteries على الأغلب carry oxygenated blood away from the heart except منو؟ except the pulmonary arteries، لكن هنا ما ذكرناها. The veins carry deoxygenated blood to the heart. أنت من تحفظها الأرتري anything that goes away from the heart، والvein anything that goes away or on his way to the heart. The blood عبارة عن مزيج المادة السائلة اللي هي تتكون من red blood cells، كريات الدم الحمر، white blood cells، كريات الدم البيض، platelets، الصفائحات، وسائل البلازما. ال red blood cells contain hemoglobin which is responsible for transporting oxygen and carry on carbon dioxide after being exchanged in the capillaries أو بالشعيرات. The white blood cells عبارة عن قد خلايا protective have defending or fighting defending mechanism على مود تقي جسم الإنسان من الأمراض. والصفيحات هي فد جزيئات needed for blood clotting أو تكوين الخثرة. Repairing breaks على مود تصلح لي التشققات اللي تصير blood vessels في حالة الانجريز أو الضرر أو التراوما أو الكات أو الجروح. The plasma هو the fluid portion of the blood that is the transport medium أو الواسطة التي كل دول المكونات وغيرها من النيوترينتس والويست تسبح بالبلازما. السيركويتس، كلمة سيركويت يعني دورة دموية صغرى ودورة دموية كبرى. pulmonary circuit اللي هي الصغرى اللي تروح لللونج عبر pulmonary arteries والpulmonary veins على مود يملؤون البلاد بالأكسجين ويرجع للهارت، بعدين الهارت يضخ الدم كله all over the body throughout the systemic circuit أو الدورة الدموية الكبرى. cardiovascular disorders there are so many اللي ذكرناه هنا هو الهايبرتنشن والاثيروسكلروسيس. اثيروسكلروسيس هو تضيق البلاد فيزل اللي يصير عبارة عن building أو بناء البلاكس اللي هي تصير عبر يعني زيادة الكوليسترول وزيادة الكلوتس اللي تؤدي إلى ستروك، الجلطة الدماغية، الهارت اتاك، الذبحة الصدرية، والانيوريزم اللي هو انبعاجات الارتريز. كلها هاي تصير عندنا as a consequence of so many cardiovascular issues مثل ارتفاع ضغط الدم او تصلب الشرايين. Ways to prevent and treat cardiovascular diseases are constantly being improved. لأن cardiovascular surgery هي دائما سنة على سنة تتطور. There are so many new techniques. How does the system correlate with other systems? طبعا أكيد هو the blood هو the transfer media of everything. Enzymes, hormones, anything could be so many things that transferred in the blood such as drugs that you pharmacists are always involved with. Connected to almost all other systems since the circulatory systems
carries oxygen to all cells. أيضا هذا الرسم للاطلاع، من هنا جايك superior vena cava اللي هو great vessel يطلع من الهارت بس يجيب له البلاد throughout all over the body. رح ندرسها كل هذني أسماء إن شاء الله بالكورس المقبل. هذا نصغره شوية للرسم. هذا ندوس لإنتر. يجي الرسم الوراء اللي هو فد رسم توضيحي how the cardiovascular system is correlated with other systems. تمام، طبعا هذا الرسم ايضا للاطلاع، ان شاء الله راح ندرسه بالسيستمز الباقيه. I hope this helped. Thank you very much for listening. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.